السلام عليكم أزول، بونجور. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الدجاج معمر فيه الفرماج من الوسط، كيجي خفيف وتقدروا ترافقوه مع لا سوب ولا مع شي غراتان ولا مع سلطة، وكيجي سريع. المهم على بركة الله نبداو المقادير. عندي هنايا 400 غرام ديال الدجاج، كفته تاع الدجاج. عندي هنايا الخليط ديال المعدنوس والقزبر، انا عندي مجففين، لما كانوش عندكم تقدروا احسن الطري حسن، انا غير توفر عندي المجفف. عندي هنايا راس معلقه صغيره ديال الابزار وراس معلقه صغيره تاع الملح. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. عندي نص بصله، وعندي هذا الفرماج. الا عندكم هذا الفرماج مزيان، ما عندكمش ساندويتش، انا ما عنديش ديال الساندويتش مربعات. نبداو الطريقه على بركه الله. كما كتشوفوا كنقطع البصله هكا مربعات صغيره بزاف، كنزيد عليها داك جوج معالق ديال الزيت الزيتون، كنزيد الملح والابزار. كي شفتوا هاد الدجاج اليوم ما درتش فيه العطريه كثيره، اكتفيت غير بالابزار الفلفل الاسود والملح. هذا عندي القزبر والمعدنوس. صافي، هادو هما المقادير ديالنا. كنبداو ندخلو داك الخليط، ندري يدي حسن، ندخل ديك البصله في الكفته مزيان على هاد الطريقه. بصلة كبيرة نحيدها. صافي على هذا الشكل. كنجيب هذا البابي بلاستيك اليمونتيغ، كنبدا نقطع. اوبس، على هاد الشكل. كنجيب واحد الكميه صغيره ديال هاد الخليط ديالنا بيديا. كنبدا ونهز واحد الفرماج، صافي كنغطيه وكنطلع هاد الجناب حتى هما. كون كان مربع يكون احسن، هيجيك ساهل الا درتو مربع يجي ساهل الا بغيتي تلوي على هاد البلاستيك. ميتا هكا معليش غادي نقدو على هاد الشكل. كتبدي تغطي هاد لاكوش، ما كتكونش كبيره بزاف زعما غليظه بزاف، غير شويه وصافي. تعاوني بهاد البلاستيك، المهم كنحاولوا نغطيو كاع داك الفرماج ما يبانش. صافي، وكنجمع البلاستيك تاعي هكا. هذا البلاستيك غيعاونكم على حساب الفورمه ديال الدجاج تاعنا، وكنديروهم في المجمد واحد قياس واحد نص ساعه اللي يشدوا ريسهم شويه، وكنطيبوهم سواء في المقله سواء في الفران اللي بغيتو. انا نطيبوهم في المقله. نعاود معكم واحدة اخرى. كنجيبو شويه من داك الخليط ديالنا تاع الكفته والبصله، حسن بيدينا باش نعرفوا القياس اللي كنجيبو. الفرماج ديالنا نديروه في الوسط، نجيب شويه تاع الكميه ديال هذا الخليط. راه الصوره كتوضح لكم اش كندير، حتى الا ما فهمتونيش اش قلت راه يبان لكم اش كندير. على هذا الشكل كنحاول نغطي غير داك الفرماج باش ما يدوبش ليا ولا يتحرق ليا ملي نكون كنطيبهم. هادشي مسحيتي
صافي كنبدا نلوي بهذا الشكل. هاد البلاستيك كيعاونونا على حسب الفورمه ديال الدجاج ديالنا كيفاش غادي يكون. صافي كندخلهم للمجمد، هي كيشدوا ريوسهم واحد نص ساعه ولا ساعه على حسب الوقت ديالكم، ومن بعد كنطيبهم كما قلت لكم سواء في الفران سواء في المقله، لان اليوم نطيبهم ان شاء الله في المقله على هذا الشكل. من بعد ملي نطيبهم نتلاقاو كما كتشوفوا. من بعد ما دازت تقريبا ساعه المكنه جمد لي الدجاج تاعي شويه، كنخرجو كندير واحد المقله تسخن، كندير المقله تسخن شويه، كندير فيها شويه زيت الزيتون. كنهز الدجاج ديالي، راه كما كتشوفوا ماشي قاصح بزاف، المهم غير شاد راسو. كنقص العافيه ونبدا نطيبو حتى يبدا يتحمر ليا ونقلبو. من بعد نتلاقاو ملي ندور للجهه الاخرى. كما كتشوفوا الدجاج ديالنا غير كيبدا يطيب لينا من الجهه الاولى، كنقلبوه للجهه الاخرى ما نخليهوش يتحرك باش ما يخرجش لينا من داك الفرماج. من بعد كنحيدوه ونديروه الاخرى على هاد الشكل. كنساعدو بشي حاجة لي نقدر، أنا واحد تيليفون واحد لي جاز عليه التيليفون على هاد الشكل، أو كنديرو وحدة أخرى كندير تاني حتى هي، ولا كتخاصني الزيت نزيد شوية تاع الزيت. صافي نخليها تحمر وندورها حتى هي كيما درت اللولة على هاد الشكل. الاولى ها هي راه طاب حيدتها، هذه الثانيه حتى نكمل ونورهم لكم. كما كتشوفوا كان هذا هو الدجاج اللي صوبناه ونصومبلي اللي درناه الحشوه ديالو فيه الفرماج على هذا الشكل. انا دابا هنا بارد، ما كون كان باقي سخون راه داك الفرماج كيتكب. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا مع الاحباب ديالكم. كي شتي راه كيجي محمر، طيبتو في المقله كيجي محمر حيتاش ما غلضاش ديك لاكوش. انا عطاتني ربعه ديال تاع مرصوبه تاع الدجاج تقريبا بحال قلتي 100 غرام، عندي 400 غرام ديال الدجاج ديال كتا الدجاج 100 غرام لكل وحده. تقدروا ديروها ساندويتش لولادكم المدرسه ولا ليكم. نتمنى تعجبكم. كما شفتوا رافقتها مع شويه تاع شلاضه مع الفواكه الجافه. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم شاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم. الحلقه الماجيه ان شاء الله مع وصفه اخرى. باي باي. ميرسي، باي باي.